حتى التراث ما نيجي منهم، لا الحجر ولا البشر ولا الشجر. كل الحي، كل الحي اتدمر، كله بيتنا راح، بيت جيراننا راح، الجامع كله هيتنزل. كل لوحة من المصاحف حرام عليهم، اتقوا الله فينا، حرام عليهم. هذا اعتداء على حرمات الله واعتداء على بيوت الله واعتداء على حرية المسلمين في العبادة. حسبنا الله ونعم الوكيل، كان هان مدحر. أيوب جزء منا بيافا موجودين، قصة طويلة. برحب نعم برحب بضيفي دكتور عاطف ابو سيف وزير الثقافه الفلسطيني. دكتور عاطف اهلا بحضرتك، وشرفت مصر، ويعني الحمد لله على سلامتك، لانه دكتور عاطف كان متواجد داخل قطاع غزه على مدار 90 يوم اللي فاتوا الثلاث شهور، فحضرتك تقريبا حضرت الحرب منذ السابع من اكتوبر حتى خرجت من غزه خلال الايام اللي فاتت. ف مش قادره اسالك على الوضع لان احنا عايشين معاكم الوضع الحقيقه كل يوم، لكن عايزة أسمع من حضرتك كمسؤول فلسطيني، مواطن فلسطيني موجود في القطاع وشاهد على كل ما حدث خلال الأيام اللي فاتت. يعني هو كما معروف إسرائيل تشن حرب إبادة شاملة على شعبنا. يعني كنت متواجد في قطاع غزة، كان يوم 7 أكتوبر بالمناسبة يوم التراث الوطني الفلسطيني، يوم الوطني للتراث. يعني احنا عندنا مجموعة أيام، يوم الثقافة الوطنية، يوم ميلاد محمود درويش، يوم الثقافة الوطنية، يوم التراث الوطني 7 أكتوبر، عندنا يوم الرواية الوطنية ومذكرة السيد غسان كنفاني. بالتالي كان مفروض نقوم بالاحتفالات في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي الشتات الفلسطيني. غزة من غزة ولا لا؟ أنا كنت رايح لغزة الله على غزة يوم الخميس، وكان يوم السبت افتتاح يوم التراث الوطني في متحف القرارة اللي الدبابات الإسرائيلية جرفته للأسف ودمرت جزء كبير من مقتنياته الأثرية، فحدثت الحرب. يعني خلينا نسميه العدوان، لأنه ما يحدث على شعبنا هو عدوان. صحيح. يعني بمعنى قوة غاشمة تقوم بالاعتداء على شعب أعزل وتقوم بتهجيره وقتله وتدميره. وبالتالي يعني كنت في قطاع غزة، وأنا بالأساس من مخيم جباليا، يعني بيت أهلي وبيتي موجود في مخيم جباليا، فبقيت في قطاع غزة. ما تعرضنا له في قطاع غزة هو فعلا عملية تدمير وعملية إبادة. ويمكن كل يوم كنت تصحى من النوم تقول لنفسك مش متأكد أنك أنت حية أو مش حية. يعني حين بننام وإحنا بنفكر إنه الصبح قد لا تشرق علينا شمس، لأن الناس تموت بطريقة مذهلة. المدابع يعني بتكون الناس تكون ماشية بالطريق، تنقصف بناية بقع عليها، أهلهم ما بيعرف إنهم ماتوا ولا لا. بالتالي هذه الحرب الإبادة الجماعية التي تشنها دولة الاحتلال على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هي غير مسبوقة بالتاريخ. يعني إذا أنت بتحسب عدد الشهداء والمفقودين والجرحى، يكون عندك 5.5% من سكان قطاع غزة إما استشهدوا أو جرحوا. مش بس الأرقام، القصص اللي بتحصل، المشاهد، الجرائم، كل ده جديد من نوعه. يعني ربما يكون حدث في البشرية أكيد، ممكن، لكن في هذا العصر الحديث اللي بتوثق فيه كل الأحداث بالصوت والصورة احنا شايفينه. يعني ربما في التاريخ حصلت بعض الحاجات المشابهة لكن لم تدون صوتا وصورة، لكن هذه المجازر دونت بالصوت والصورة. أنا عايزة أنقل تجربة حضرتك الشخصية، وأنا عارفة أن في صور كتير وفيديوهات كتير خاصة بحضرتك في نزوح في المخيمات. الوضع الإنساني هنا، يعني حضرتك وزير في الحكومة الفلسطينية رايح من رام الله إلى يعني من الضفة إلى القطاع علشان في معرض هيتم إحيائه، فرايح بصفتك الوزير، وبعدين فجأة بيحدث هذا العدوان وتجد نفسك يعني داخل القطاع في هذا الوضع اللي كان ربما مفاجئ للجميع. يعني هو الوضع الإنساني في قطاع غزة وضع صعب جدا بشكل، كانت تمر أيام لا نأكل فيها. خلينا نقول فعلا لا تجد ما تأكليه، بالذات لما كنا في مخيم جباليا، تمام، وين أنا قبل أن أنزح اضطرنا أن أنزح إلى الجنوب. وتمر أيام فعلا تتقاسمي كباية المية مع الآخرين، لأنه الاحتلال كان يحارب الوجود الفلسطيني بجميع مكوناته. جميع يعني احنا بنقول هذه حرب على البشر والحجر وعلى الشجر. بعض أشجار الزيتون التي اقتلعت في حول مدينة غزة عمرها أكثر من 2000 سنة. نعم. يعني بالتالي
تم تجريف جميع المزارع وجميع البيارات وجميع العقول. في حقد على الأرض طبعاً حقد على الأرض وتدمير، وربما نتحدث لاحقاً عن الاعتداء على الثقافة الفلسطينية وتدمير المباني التاريخية في مدينة غزة، ذاكرة الشعب الفلسطيني الجماعية. ولكن الوضع الإنساني في قطاع غزة كان وما زال بالمناسبة طبعاً غير مسبوق. أنا بدي أقول سمحي لي أنه غير مسبوق بالتاريخ، مش لأنه في التاريخ لا نعرف كيف أن لم توثق هذا. خلينا نحكي بالأرقام لأنه الأرقام تدلل. في الحرب العالمية الثانية 64 صحفي قتل، صح؟ صحيح. في كل هذه الحرب التي قتل فيها الملايين، في الحرب على غزة أكثر من 110 صحفيين قتلوا. يعني كل الحرب العالمية اللي كانت مشتركة فيها أكثر من 20 دولة في العالم قتل بس 64 صحفي. أنت في هذه الحرب قتل 110 صحفيين، تمام؟ بالنسبة والتناسب، إذا قلنا 5% ونصف من سكان قطاع غزة قتلوا أو جرحوا، هذه أعلى نسبة في التاريخ. لا يوجد شعب في العالم خلال أي اعتداء أو حرب قتلت منه أو جرح منه هذه النسبة. لما بتقول أن 70% من مباني مدينة غزة ومحافظة شمال غزة ذمرت إما بشكل جزئي أو بشكل كامل، وفي الحالتين لم تعد صالحة للسكن، هذه أعلى نسبة في التاريخ بالمناسبة. هذا يدل على شيء واحد، أن هذا أكثر احتلال دوم في تاريخ البشرية، هذا الاحتلال القائم على محاولة مسح الشعب الفلسطيني وإزالته عن الوجود، وفي في استكمال حقيقي لمشروع النكبة. يعني بمعنى أن غزة التي بقيت من الساحل الفلسطيني أراد هذا العدو تطهيرها طبعا، وكان يجب أن ننزح إلى سيناء لولا صلابة شعبنا والقيادة الفلسطينية والموقف المصري المشرف من رئيس السيسي والحكومة المصرية الدولة المصرية بمنع نزوح الفلسطينيين باتجاه سيناء. لأنه كم زي ما بقول أنا دائما، بنحب مصر بس بنحب نزور مصر نجي زوار، بنحب الأردن بنحب نروح على الأردن زوار، ولكن بنحب فلسطين بلدنا، بنحب نضلنا في فلسطين. بالتالي وضع الإنساني في قطاع غزة وضع غير مسبوق بأي شكل، وللأسف المنظمات الدولية كانت أول إيمان من سحبت من مدينة غزة الصليب الأحمر المتحدة، سابع يوم الحرب انسحبوا كل مدينة موقفهم غزة. المنظمات الأممية العاملة في غزة أعتقد أنه دي هتبقى وصمة، طبعا بده مساءلة، وصمة عار طبعاً. من جبين هذه المنظمات، لا يجوز للصليب الأحمر أن ينسحب بعد سبع أيام من مدينة غزة. مش معقول. أنت دور المنديت تبعك في القانون الدولي شو هو؟ حماية المدنيين، مش والله صح؟ اتفاقية لايك بتقول وجنيف اتفاقية في وقت الحروب، وقت الحروب. طب ليش أنت بتنسحب من مدينة غزة وتترك المواطنين العزل لبطش وهمجية الطائرات والبوارج والدبابات؟ بالتالي هذا وضع غير مسبوق إنسانيا، وحتى حين يتعلق الأمر بحماية المواقع الأثرية والتراثية والمجتمع الدولي لا يقوم بأي دور من هذا الجانب. المساعدة الإنسانية لا تدخل بعد الهدنة إلى مدينة غزة وشمالها الذي ما زال فيها بالمناسبة قرابة 400 ألف ما فيهم والدي ما زال في مخيم جباليا، ولا لا يجدون ما يأكلون منذ أكثر من عائلتك ما زالت ما زال والدي موجود وبعض إخواتي وإخوين لي موجودين في مخيم جباليا، تمام؟ وكل 15 أيام لما نسمع خبر منهم، ولكن لا يدخل لهم طعام. بتهيألي هذه الصور اللي معانا من ده شارع الحارة في غزة، هذا شارعنا قبل الشارع مسميه الهوج واليفوية. قبل القصف وبعد القصف وبعد القصف. هي معالم غزة كلها. أعتقد أنه حتى يعني إن شاء الله لما تنتهي هذه الحرب يعود الناس، محدش هيبقى عارف في الأرض فين، جغرافيا طبيعة وهذا شارع الحارة اختلفت لأنه كل المباني تقريبا هدمت. يعني لا هو 70% أحياء كاملة في المخيم عندنا، فما بقاش حد عارف فين يعني. لا بعض الناس لن تعرف وين مكان بيتها بالضبط لأنه كله ركام. بعض الأحياء صارت كلها ركام وحجارة متكسرة ومتداخلة ببعض بشكل كبير. بالتالي من الصعب أن الناس تعرف وين بيوتها. والشوارع الدبابة الأسرية ماذا تفعل؟ وأنا شفته بأم عيني، لا تدخل من الشارع، تدمر البيوت اللي على جانبي الشارع ثم تمشي فوق البيوت المدمرة، تمام؟ بالتالي في طبوغرافيا بشكل تغيير بشكل المكان. دي كان في صورة كمان لحضرتك لما انتقلت من الشمال أعتقد إلى الجنوب إلى رفح، وده الوضع. الصورة دي معبرة عن كل أهل القطاع، ما هو دي الطريقة دائما وجد الطعام. تخيلي أعز إشي عندك في المخيم شو؟ الحطب، لأنه ما في غاز ولا في إيزين. فطبعا أهم شيء لازم توفري. بس صديقة لينا هنا علوة من القطاع قالت إن هي راحت لواحدة من المقابر اللي كان فيها بعض الأشجار التاريخية، وجدت كل الأشجار مقطعة، بس الناس هتعمل إيه؟ الحطب أعز شيء علشان يقدروا يستخدموه سواء في أو في التدفئة، لأنه أنت بتتكلم على جو بارد وما في أكل بمعنى أكل. يعني أنت بتطبخ الأشياء البسيطة المتوفرة، لأنه ما في بضائع بتفوت كانت، وما في فواكه، وصي القمة بتجريف الأراضي الزراعية كلها، فما في خضرة. يعني بمعنى
بندورة أو طماطم زي ما بتقول أو بتنجان بطاطل، يعني شيء نادر. يعني إن يعني أنا أذكر أول لما فتنا من الشمال إلى الجنوب، اسمحي لي بالقصة هذه، خلصنا وادي غزة طلعنا باللوري سيارة، فست صبية كانت جاي معنا من جباليا، فكان في المناطق الجنوب فيه خضار، ما كانش يصير السمجرفان، فلما شافت الطماطم نزلت صارت تبكي لما مسكت البندورة يعني. أول مرة بتمسك حبة البندورة من 40 يوم كانت قعدت تبكي، مش مصدقة إنه بتقول. هي كانت نزحت بيتها في شمال مدينة بيت لاهيا، شمال غرب عند البحر، فنزحت أول يومين من هناك إلى مركز يوقف مدينة غزة. بعدين طبعا اضطرت بعدها أن تم قصف المدارس، يعني ما في قوة في التاريخ. يمكن علشان الناس كل اللي بيسمعوه في الفترة الأخيرة عن قطاع غزة، الحرب والدمار والصور اللي بتصل لينا، صور صعبة جدا جدا، ومنظر القطاع بكل البيوت المهدمة، لكن ناس كتير قوي ما تعرفش إنه غزة أرض خير. أولا غزة مدينة حلوة جدا جدا جدا، مدينة على البحر، فيها مناظر طبيعية خطيرة، فيها زي ما حضرتك قلت أشجار نادرة طبعا. هي مدينة حلوة، مدينة جميلة، هو المأساة فيها هو الاحتلال طبعا. المأساة فيها هو لما خرجوا بالمستوطنات إن هو أضروا المدن داخل غزة طبعا. بشكل كبير جدا جدا، وهي أرض خير، الفاكهة فيها حلوة، الخبز فيها حلو طبعا. الطحين فيها، كل حاجة فيها حلوة. فهذا الحال اللي وصل لي القطاع، لما بعض فكر إنه ماذا بعد الحرب؟ في يوم من الأيام هتنتهي هذه الحرب وسيزول هذا العدوان بأي شكل من الأشكال، لكن نعم. الكارثة كبيرة جدا جدا. أنا هو كما قلت مدينة غزة مدينة كبيرة، مدينة بعمر التاريخ، يعني نعم. مدينة بتعرف موجودة من العهد الكنعاني، وهي مذكورة حتى بالمسلات المصرية وبالتاريخ، وكان لها دور كبير يعني طبعا. بالتاريخ الفلسطيني. وخلينا نتذكر كمان مهم أن غزة تاريخيا هي أكثر المدن التي قارعت الوجود العبراني في التوراة كما هم بيقولوا. فاكر قصة شمشون الجبار الذي أحبته دريدة الفلسطينية، وقصة شعره وقبره في غزة يعني بالمعنى. بالتالي بس أنا بدي أقول لك الحرب الحقيقية بعد انتهاء الحرب، حين نجد أن غزة دمرت بشكل كامل ويجب إعادة بناء. أنا بقولش إعادة أعمار، إعادة بناء، لأنه دمرت غزة بشكل مذهل. هو مش إعادة بناء بقى، ده هو بناء من الصفر، ده في بنية تحتية كاملة، في مدينة بالضبط. لسه انت عشان تشيل الركام اللي بمدينة غزة بحاجة إلى سنوات، في حال سمح بإدخال المعدات الحديثة، يعني لأنه أولا المعدات اللي بغزة كلها تدمرت، البواجر والجرافات ثلاث أرباع تدمرت في القصف، بالتالي بدنا معدات من برا، بدنا وقت. هذا الركام بدك تروحي فيه قبل أن تعيدي بناء كما تفضلت، بدك تعمل بنية تحتية. الناس بتنسى إيمان أنه ما في كهرباء في غزة منذ اليوم الثاني للحرب، يعني من 88 يوم فيش كهرباء في غزة، حتى في البيوت اللي كان عليها الألواح طاقة شمسية كانوا بيستهدفوا، القصف كان بيستهدف ألواح الطاقة الشمسية بالضبط. في بيوت طبيعية، وما في مياه جارية في غزة منذ 88 يوم، يعني ما في صنبور تفتحي وتغسلي إيدك. النادر البيوت اللي فيها طاقة شمسية ترى بيشغل الموتور بيطلع المي بيدخلها على الخزان. الناس عشان في يوم في الأسبوع للناس الذين لم ينزحوا اسمه يوم المي، كان تيجي المي فيه كل البيت. أنا كنت نزحت في بيت صديقي من أم السودان في خان يونس، كنا نعمل ليك يوم الثلاثة يوم ما تيجي المي كل العيلة تصير تعبي جرادل وتطلع فينا على الطابق الخامس عشان يديروا في الخزان عشان يصفى عندهم مي تحت. يعني بالتالي المآس الحياة إعادة بناء غزة، أول حاجة بدك بنية تحتية جديدة لمدينة عظيمة. مدينة كان عدد سكانها يقترب من 1,000,000 نسمة، تم تدميرها بشكل ممنهج، أحياء كاملة، حي الرمال. أنا كنت يعني كنت في بيت الصحافي في النهار وبالليل أروح على البيت في المخيم، حي اللي هو حي الرمال اللي فيه مستشفى الشفاء. ما في قوة في العالم في التاريخ بالمناسبة هدمت جميع، اقتحمت جميع المستشفيات في أي بلد. ده كان هدف يعني، كان واضح يعني طبعاً. في البداية هذه الحرب كان واضح فكرة إنه كل الجرحى يتحولوا إلى قتلى طبعاً. يعني هو مش عايز حد يتعالج، والمريض يدخل في علاج أو تضل عنده إعاقة دائمة. لأنه طلع جولدا شو كانت بتقول؟ الفلسطين الجيد والفلسطين الميت، صح؟ معروف، هم بيقولوا الفلسطيني الجيد لما نقتله بصير جيد، أما هو حي مش جيد، إذا يجب قتل الفلسطيني. زي ما كان وزير التراث اليهودي بيقول إنه بدنا قنبلة ذرية على غزة عشان نخلص منهم، نتخلص منهم. وكان رابين شو بيقول قبل هيك؟ أحلم أن أصحى من النوم فأجد غزة قد ابتلعها البحر. طبعا بقيت غزة، وزي ما بيقول مثل فلسطيني، لو عكة بتخاف البحر ما جورتوش. بقيت غزة ومات رابين والبحر لم يبتلع غزة، وحتى بعد الحرب زي ما بيقول فلسطين بنعمرها.
يعني بتتعمر، ما في زي هتتعمر. لو رجعت ثاني للحظات اللي حصل فيها القصف او اول لحظات لبدايه هذا العدوان، هي كنت موجود في البيت ولا كنت موجود في لا وكنت في البحر بصراحه، كنت في البحر، كنت اجازه يعني بستمتع بالبحر. انه انا ما سبحت طول السنه في البحر، فكان يوم السبت تذكرها انا ورحت على 5:30 الصبح على البحر، اخذت ابني ما سبحش بده يسبح في البحر، ترى في الضفه ما في بحر. فروحنا على البحر وصارت الحرب احنا هناك، صارت الساعه 6:30 الصبح ذاكرها. وطبعا احنا نركض يعني ما عرفنا شو بصير طبعا. وبعد مثلا اول شهيد في الحرب بالمناسبه هو فنان فلسطيني وشاعر فلسطيني من بيت ابو شويش، ايضا استشهد بيسبح في البحر في الانصراط، استشهد مبكر الساعه 7:30 الصبح من عناية بالوزاره، هو اول شهداء هذه الحرب تمام. وكان بيسبح في البحر طبعا، انا كنت اسبح في منطقه شمال غزه، وكثير الناس بحبوا الحياه في غزه، مش محمود بيقول محمود درويش نحب الحياه ما استطعنا اليه سبيلا طبعا. ما في، ولو احنا بدنا نرتدى كان ما عشنا بعد النكبه. انا بقول دائما كان بعد النكبه يجب ان نتحول مثل الغبار على عتبات البيوت، تعرف كيف الغبار على عتبه البيت بتطير، كان لازم يطير. ما طرنا، بقينا في فلسطين وبقيت فلسطين لنا وبقينا وبقيت القضيه بسبب بقاء الفلسطينيين على اراضيهم بالضبط، بقيت على الطاوله بفضل تضحيات شعبنا وبفضل الصمود وبفضل طبعا النضال احرار العالم والدول العربيه اللي سند النضال العربي يعني. بقيت القضيه حاضر، ما حدث في الحرب ما حدا، خلينا نقول يعني في ذلك اليوم وصلت على بيت الساعه 8 بفكر ان قلت خلص تصعيد ربع ساعه ساعتين بخلص مره وخلاص. بالعكس قعدت البس بدي اروح على افتتاح يوم التراث الوطني كان على 10، اي القصف زاد واستمرت الحرب الى اللحظه وما زال شعبنا تحت القصف وتحت التدمير وتحت وتحت، وتم تدمير غزه بشكل كامل وتم محو كل شيء في غزه. والان مثلا يعني الدبابات الاسرائيليه، انت جبت اظن تقرير عن الطفل الذي خطف، يعني مش معقول. وهذه استعاده لما حدث في النكبه بالمناسبه، هكذا فعلوا في النكبه. قرات غسان كان فعلا عائد الى حيفا مثلا، روايه الطفل اللي خطف وبعدين برجع ابوه بده يشوفه بعد 20 سنه. بالتالي ما يحدث في الحرب في غزه واستكمال لمشروع النكبه. دائما كنا بنقول انه ربما تكون الحاجه الوحيده اللي ممكن نخرج بيها من هذه الحرب لو جاز التعبير بشكل ايجابي، انه احنا قرينا كتير على الجرائم الاسرائيليه وسمعنا وتحكلنا وشفنا صور وفيديوهات على اللي حصل في مصر في مجزره بحر البقر، في دير ياسين، في عدد كبير من المجازر اللي ارتكبت كمان وقت النكبه ضد ابناء الارض الفلسطينيين. لكن العقل الطبيعي ما يقدرش يتخيل انه في بشر بيعملوا كده بهذه الجرائم في مدنيين عزل، يعني هي مش حرب متكافئه. لكن الجيل الحالي ويمكن اجيال تانية ما عاشتش كل هذه الجرائم شافت بقى لا ده في وفي ابشع مما قرانا وابشع مما درسنا. يعني هو انا بقول دائما لو الشيطان فكر دوله اسرائيل لا يفكر لا بمثل هذه الجرائم. يعني بصراحه ما في حدا بقتل طفل وامه حملاه، يعني حتى المجرم له حدود، يعني حتى في 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 عقل المجرم في دائما ضوابط بالصفه، حتى حين هاي دوله تقتل مريض نفسي. طب انا اساليني لماذا تقصف الكنيسه والمسجد؟ لشو انت بتقصف المقبره؟ مقبره مخيم جباليا تم تجريفها رفاث الام. ايه سر الجباليا بالتحديد؟ لا اولا عدد من المجازر ارتكب خلال ال 90 يوم اللي فاتوا كان في جباليا. يعني هو مخيم جباليا اول خلينا نتذكر انه انطلقت منه الانتفاضه الاولى. من شارع حارتنا طلعت الشارع هذا اللي شفتيه. وانا كنت في ذلك اليوم، طبعا انا بالانتفاضه اصبت وسجنت بغض مثل كل ابناء جيل الانتفاضه. بس مخيم جبال هو بنسميه احنا مخيم الثوره. لانه حتى في المقاوم المسلح في بعد 67 كان هو بؤره العمل المسلح ضد الاحتلال، بسميها فتره السبعينيات، مطالع السبعينيات. وشارون انتقم من جبال لما زه دمر نص جبال في شارون، بنسميها فتره الهدد، هد البيوت شارون بالجرافات وكذا. بالتالي جبال انطلقت منها الانتفاضه الاولى، وكان ياسر عرفات دائما في كل مناسبه انتفاضه يجي على مخيم جباليا، ودائما يعني ففي نوع من الرمزيه لمخيم جباليا، وهو كمان اكبر مخيم للجوء الفلسطيني في فلسطين من حيث السكان. هو اكبر مخيم البيوت فيه لازقه في بعض، وبالتالي اكثر كثافه سكاني في العالم، اكثر في العالم فعلا. وبالتالي القنبله اللي بتنزل تاخد عدد كبير جدا من الارواح. لما قصف منطقه حارتنا مذبح الجبال الشهيره المذبح الاولى اللي راح فيها 550 شهيد، انا كنت موجود في المخيم،
حارة كاملة تم محوها، بنسمي منطقة السنايدة، اللاجئين من دير سنيد اللي هي قرية جنب إيرز اللي استبشر الجيش المصري في 48 في الدفاع عنها طبعا، وأظن في تقرير لهيكل شخصيا كان صحفي أيام مراسل حربي كان في مع الجيش المصري، خذ التقرير عن المعركة دير سنيد. هذا طبعا احنا في المخيم إيمان لليوم كل حارة على اسم الناس اللي هاجروا منها، احنا بلوك الليفوية أهل يافا، إبانا بلوك هوج اللي هو الذين الهوجي اللي هاجروا من هوج اللي عملها شارون مستوطنته، جنبنا على الشقة الثانية السنايدة اللاجئين من دير سنيد، جنبنا البرادة محتفظين. حلو ان الناس طبعاً محتفظة. انا بقدر اسمي لك القرى بالعائلات كمان، 70 قرية لاجئين في المخيم تقريبا بحفظهم، بعرف بتقول عائلة الحصر بقول لك من وين هذول، من اي قرية، او قولي لي قرية كذا بقول لك اهم عائلات كذا، هاي ثقافة احنا ربينا عليها في المخيم، يعني لانه هي جزء من هويتك كلاجئ، انك يجب الا ننسى، مش كانت جولدا بتقول او يموت الصغار الكبار فينسى الصغار؟ اذا وده اللي كانوا بيراهنوا عليه. طبعا هذا لم يحدث، انا زي دائما ما بقول يافا لن تصبح يافو، ولن تصبح عكا عكو، ولن تصبح زرعين زرعيل، ولن تصبح بيت، ولن تصبح بتين بيت، لا حتضلها زي ما هي، وحتضلها ولو صارت تل ابيب كمان 4 مليون كبرت ما بغيرش شيء، وستبقى لان اصحاب الحكايه هم اصحاب الحكايه. صحيح. استاذنك هنخرج الى فاصل سريعا وبعدين نعود ونستكمل بعد الفاصل. في خلال كلامنا مع الدكتور عاطف ابو سيف وزير الثقافه الفلسطيني، حضرتك اشرت الى انه الكثير من المباني التاريخية اللي هي جزء من الذاكرة التاريخية للشعب الفلسطيني ولأبناء غزة بالتحديد تم هدمها بقصد خلال العدوان الإسرائيلي. إيه أهم؟ يعني هو خلال العدوان تم تدمير المدينة التاريخية لمدينة البلدة التاريخية لمدينة غزة، أكثر من 200 مبنى تاريخي تم تدميره، وهاي يعني هو استكمال لما تم هدمه في النكبة إذا بتذكر، إحنا تم هدم المدن التاريخية للشعب الفلسطيني، بس 200 مبنى تاريخي تم هدمهم خلال هذا الحرب سواء بالقصف البري أو القصف الجوي، منها معالم كبرى زي الحمام الصمراء، أقدم حمام في فلسطين، بني بال 1400 تمام، وهو معلم أساس لا يمكن أن تأتي إلى غزة، يعني إذا عدت في غزة لازم تروح عليه تمام، وسوق القيصرية في غزة هو السوق القديم اللي موجود من قبل 2000 سنة، السوق هذا تم هدمه، والجامع العمري بشكل جزئي تم هدمه، وهو طبعا اقدم جامع من اقدم جامع في فلسطين، لانه كان قبل ذلك معبد قبل الاسلام كان معبد كمان، يعني البيوت القديمه زي صباط العلم مثلا. ما هو ده مش ممكن يكون صدفه. لا يعني فكره انك عشان تمحي يعني هويه مكان، هو الاساس هو منح محو هويه المكان الفلسطيني وتدميره. طب صدفة مرة واحدة، صدفة ثاني مرة، ثلاث مرة، خمس، طب صدفة مبنى مبنيين ثلاثة بس 200 مبنى، طيب صدفة بتقصف بالغلط بتقع قذيفة افتراضا على المسجد العمري، طب مسجد كاتب ولاكي بتدمر، مسجد السيد هاشم اللي فيه مدفون جد الرسول الأعظم سيد هاشم بن عبد مناف موجود فيه، كيف بتقع عليه القذائف؟ كنيسة القديس بروفيريوس رابع أقدم كنيسة في العالم تم استهدافها واستشهد في داخلها الصحفي المصور الشهير مروان طرزي، اللي عنده بالمناسبة هو وريث الأرشيف التاريخي لمدينة غزة في صور الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ورئيس السادات لما كانوا في غزة، هو كان أخوه كان مصورهم، وقبل ذلك مصور كيجان اللي هو كان صاحب الاستوديو الشهير في غزة، وللأسف نحن لا نعرف شيئا عن هذه الصور والنيجاتيفات حتى الآن، لأنه موجودة في الشقة تبعته اللي وأنا تواصلت مع عائلته، لأنه مهم هذا جزء من ذاكرتنا تاريخ الوطنية. أرشيف مدينة غزة عبر 100 عام من الصور، مروان استشهد بالكنيسة، ذهب إلى الرب من أجل أن يصون ويحميه، فقتل استشهد في الكنيسة، بالتالي استهداف المسجد، خلينا نقول المراكز الثقافية عندنا 42 مؤسسة ثقافية تم تدميرها بشكل كامل، ما فيها مركز رشيد شوة التاريخي وهو أكبر مسرح في فلسطين، المكتبة بلدية غزة العامة هي أكبر مكتبة عامة في فلسطين بالمناسبة من حيث المساحة وتعداد الكتب وفيها كنوز ثقافية قديمة، الكتب الفلسطينية طبعت قبل النكبة، متخيل كنوز كتب عمرها احنا بالنسبه لنا هذا ارث وطني طبعا، الصحف الفلسطينيه قبل النكبه كلها احترقت في هذا المكتب، كلها راح، الارشيف المركزي لمدينه غزه الموجود في مبنى البلديه التاريخي في حي الدرج قرب ساحه فلسطين ميدان فلسطين
تم استهداف وحرق الكتب الورق الوثائق اللي بتشكل إيمان الذاكرة الثقافية والاجتماعية والسياسية لمدينة غزة، محاضر اجتماع البلديات بلدية غزة في 1920 وبعد ذلك كله. يعني هذا ليس صدفة، لأن أنا بقول دائما الحرب الأساسية التي تشنها إسرائيل على شعبنا هي الحرب على الرواية. ورئيس أبو مازن دائما بقول أنه هناك حرب على الرواية الفلسطينية، هناك حرب على الذاكرة الفلسطينية. وبالتالي كما حدث في النكبة، تم سرقة اللوحات عن جدران البيوت، تم سرقة الكتب، تم سرقة إذاعة الشرق الأدنى اللي كان فيها عبد الوهاب بيجي بغني، إذا فاكره كان فريد الأطرش بيجي بغني فيها علشان يثبت أن الأرض ما فيها طبعًا. شعب أرض بلا شعب، أرض خالية ما فيهاش. اللصوص يسرقون ما ليس لهم، هو ما له علاقة، ما له علاقة في البلد، بسرق أي شيء عشان يقول هذه اللغة اللي بيتكلموها نفسها، حتى اللغة مسروقة. نفسها مسروقة، هي يعني لغة خليطة. يعني هو بيجي بيقول لك بيت إيد، ما هو إيد يا عمي كلمة كنعانية. وفكرة السرقة واضح إن هي جزء من المكون الصهيوني طبعا. لأنه أتذكر مرة، لأنه أنا اشتغلت فترة في الأراضي المحتلة، فكان في محل بيبيع الفلافل اللي هي الطعمية، فأول حاجة قيلت لي لما اتعرفها مصرية إنه فلافل بتاعتنا طعمية. لا انت بتروح يمكن احنا بس لا لا، فكرة إنه سرقة اي شيء ليش طعام لغة ارض، لانه هو بيشبهش الارض. انا وياك اللي بنشبه الارض، بشرتنا بتشبه الارض، هو بشرة بتشبه صحيح. الارض هو جاي من كل هو من برا، بالتالي شو بيسرق؟ بده اي شيء يسبه لحاله. زي ما اجى التطريز، اجى قالوا مضيفات العالم بلبسن التطريز. طيب الان طبعا بتعرف احنا تم تسجيل التطريز ضمن العالم اللي هو الطيران الاسرائيلي شركة الطيران الاسرائيلي بس الان التطريز جداتنا الفلسطينيين بلبسنه من 6000 سنه، وهو مرتبط بالمناسبه بحقيقه ان الفينيقيين هم من اول من صبغوا الالوان، لانه كانوا بحاره لون القرمزي الفينيقي. بالتالي جداتنا راح نطرز الثواب، انه بتطلع على المسلات المصريه القديمه، التاجر الفينيقي يقدم الهدايا لفرعون وهو يلبس الثوب المطرز. طب اي حدا في العالم بده يقنع انه هذه مضيفه العال لا تسرق ثوبا ليس لها وتسرق ثوبنا؟ اجت اليونسكو قالت ان هذا تراث عالمي فلسطيني سنه 2021. بالتالي اجوا الدبكي، بعض سفارات اسرائيل في العالم. يا عمي ما هي دبكي مصطلح فلسطيني، دبكه فلسطينيه مش معقول. يعني لا يوجد حتى اللحظه. تم اكتشاف لقى اثريه وقطع اثريه من جميع الحقب التي قيلت انها مرت على فلسطين، روماني، اغريقي، فرعوني، سومري، أشوري، طبعا كنعاني فينيقي فلسطيني. لم يجد حجر واحد يدل على وجود. طب شو معقول التاريخ بتأمر عليكم كمان؟ لا علاقة لكم بهذه البلاد هاي. بعدين نحن الفلسطينيين العرب، نحن الذين نرث هذه الأرض بكل ما فيها. إحنا اللي نورثها، لأن نحن أصحابها. نحن قبل أن نكون مسلمين كنا مسيحيين، ربما أجدادي مثلا، وقبل ذلك كانوا كنعانيين أو فينيقيين ثم كنعان. إحنا اللي بنورث الأرض هذه، بلدنا بكل مكوناتها. بالتالي هؤلاء الغرباء الذين جاءوا من 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 خارج البلاد، كما قلت انت لغتهم غريبه، راحوا سرقوا اللغه عشان يعملوا لغه خاصه زي عشان يعملوا زي موحد، فكله مسروق لانه ما فيش هويه، ما فيش اصل. ما في اللص بيسرق شيء مش له دائما. ما في لص بيسرق شيء مش له، بيسرق شيء له. بالتالي بده يسرق اي شيء. هو مش بده يسرق، هو سموتر شو حكى قبل 4 أشهر؟ قال انا الفلسطيني الحقيقي، انا الكنعاني. شو علاقتك انت؟ طب ما انت مبين جاي من بولندا، شكلك جاي من بولندا، من شو علاقتك بالبلاد؟ صحيح. بالتالي الحرب الحقيقيه التي تشنها الحركه الصهيونيه هي حرب على الذاكره وعلى الروايه وعلى السرديه الوطنيه الفلسطينيه. وده اللي بيحدث من هون دلوقتي. استهداف الاماكن التاريخيه والتراثيه والثقافيه والهوياتيه، لانه يريد ان يمحو كل ما له، ما يذكر بان هذه البلاد ليست له. هو محتل وغاصب للارض. نعم. دكتور عاطف ابو سيف، وزير الثقافه الفلسطيني، اولا مره تانية الحمد لله على سلامه حضرتك، وان شاء الله قريبا تزول هذه الغمه عن كل اخواتنا في الاراضي المحتله وبالتحديد في القطاع. بشكرك شكرا جزيلا، شكرا كمان على تشريفك لنا. شكرا لك حضرتك.